بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا غريب يا غريب يا ابن الزهراء يا حسين يا سليب العمامة والرداء روحي وأرواح العالمين لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء يا حسين يا من دمه غسله والرمال كافورة والرماح الخطي نعشه وبقلوب من والى قبره سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. هل المحرم وويلا هل المحرم هل المحرم فاستهلت أدمعي وورى زناد الحزن بين الأضلع وتنغصت وتنغصت في علي مطاعمي ومشاربي وزاد فيه توجعي شهر نزل الحسين بكربلاء في خير صحب كالنجوم اللمعي شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلى شهر به أصبحت فيه آل رسول الله قتلى كيف لا تحزن في شهر به ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى يا
يا دمع العين يا دمع العين على وجنات الهيل شهر عاشور على الإسلام الهي يا 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 الشيعة حزنت وابن زياد الشيعة حزنت وابن زياد الهيل بجت الحسين بجت الحسين بن حامي الحمية يا والله يا زهراء يا مولاتي شفت الهلال ودمع عيني جرى وبذكرت حسين حزة ومن حرى وذكرت من شفت الهلال اش كثور بمصايب مرتي تضيق الصدور شهر عاشور اسمك من يمر تبقى روح بنار همه موجرة يتحب حسين وياك الكلام يا نور عيني يا اخويا يا الحاضر بالتعزية يتحب حسين وانت علي حزين قوم جدد ما تم وزيد الونين وابكي من قلبك وصويت يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين أخ حسين حسين هذه الليلة نشر قميص الحسين بين السماء والأرض نشرته مولاتنا الزهراء ونادت بين السماء والأرض وولدا هذا القميص يعني شلون حاله بيا شكل يقول إمامنا الصادق مخرق بالسيوف ممزق مخضب بالدماء بدماء الحسين تنظره الزهراء في كل يوم ينظر إليه صاحب العزاء بقية الله تنظر إليه شيعتنا في قلوبها فتحزين قوم صوت يا حسين بدمعتك واذكر مصابة وخلتها من دمعتك وحرم اليوم على عينك نومتك وسر ويوم الشهيد الصور حسين الشهيد وسفرته من وطن جدة وين ناوب عيلته قاطع بجوج الفيافي برحلته وشنو قصد حسين ناوب هالضعن وكم رضيع ومرضع سيدي بهذا الضعن طلعن وياك سيدي لدار المحن وظلن خلافك بالطفوف محن اشحال زينب
والحرام لما انغبيت هنا يبو اليمة وعلى الغبرة طحيت والله من طحيت ليهن العين شبحيت صحت الخيمتك رد الخيمتك يا مخدرة لا ننسى مصائب عاشوراء لما يهل هذا الهلال نتذكر هذه المصائب نتذكر زينب وبنات الزهراء نتذكر ذاك العز وذاك الدلال وذاك الخدر نتذكر راية العباس على رأس زينب لكن بعد أيام يا خويا الخفيت منا يا خويا حصال وهذا حائد النوق يا ابن أمي وصال أي ليالي العز ليالي زينب وأخوات زينب جايين بالطريق مثل هالليلة الحسين نزل في مكان بعد يوم يومين يدخل كربلاء مولاتي زينب تنظر إلى هذا الهلال تراه مغير اللون قالت أخي يا أبا عبد الله وجدت في قلبي خوف من هذا الهلال أراه متغير اللون يا أبا عبد الله خويا هالهلال من شفت الدمع سايل بهالهلال نتشتف بالحبال بهالهلال تجتل كل الأرجال يا أخويا نعم هذا شهر عاشوراء شهر الدمع والحن على الحسين يدخل أبو شبيب في مثل هذه الأيام على الإمام الرضا سلام الله عليه يرى الإمام متغير الحال لابس للسواد باكي نادب لجده الحسين يسلم على الإمام يقول سلمت وجلست أمام الإمام رفع طرفه رأيت الإمام وقد احمرت عيناه من البكاء قال يا ابن شبيب أتعرف هذا الشهر قلت بلى يا سيدي أتعرف هذه الأيام قلت بلى فداوك نفسي قال يا ابن شبيب ابلغ شيعتنا ومحبينا عن السلام وقولوا لهم إن المحرم شهر حرمت به الجاهلية القتال ونحن به سفكت دماؤنا وأحرقت خيامنا ذبحوا رجالنا وسبوا عمتي زينب زينب يا ابن شبيب إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا على الحسين فليبكي الباكون وليضج الضاجون إن جدي الحسين ذبحوه عطشانا غريبا تقول مولاتي سكينة والعيش الذي عاش به أبي الحسين ثلاثة أيام لم يأكل ولم يشرب أبي الحسين قال أحد الأعداء مررت بالمصرع رأيت الحسين في آخر لحظاته رأيت شفتاه تتحرك ببطء أحببت أن أسمع ما يقول ظننت أنه يدعو علينا وصلت للحسين وجدته يناجي ربه لما حس بي فتح عيناه وقد احمرت من العطش رمقني قال وجدي إني لعطشايا
وجدي لي العطشان حذف ما يبارد من تشربون يا أبوي. هذا إلك يا عزيزي وياي خلنا نشترك بالتعزية هالليلة ليلة ليالي الزهراء. شد حزامك يا أخوي وتوكل على الله وقل له أبو علي أنا جاي قاصدك سيدي وما نمتلك شيء نريد الحسرة الدمع يا أبا عبد الله ويا أمك الزهرة نريد نقعد ونبكي. مولاي أبا عبد الله يا ابن الزهراء عينك علينا مولاي ارمقنا بطرفك حتى ان شاء الله نكون بدربك وننعى عليك يا حسين ونبكي عليك اي والله على الحسين. يا عمي انا دائما اقولها واكررها ثقوا بالله لولا الحسين احنا بغير وادي ما ادري وين يستقر بينا الهوى بس رحمة الحسين وعطاءه وعطفه وخالنا سيد الشهداء بدربه تميل بينا الأيام وتاخذنا حقيقة ياخذنا هوانة ونشرق ونغرب بس أبو علي يعدلنا وبعدين هم كل واحد يجي يريد شوية ها يزلزل يحرك هاي القضية يبنون ويجي عاشورة وهدمهم ويجي اسم الحسين ويزلزل عروشهم. يا أبا عبد الله وياي الله يبارك بيكم الحسين يخاطب شيعته هالأيام يقول هو معذب ما يبارد من تشربون العطش كربلا ويوم تذكرون أنا ضايم اجتلت يلي تحبون وليالي ثلاثة موش مدفون ما تيم عزيدة ييم تنصبون وملابس حزن واجيب تلبسون والزينب اخت تعزون اي والزينب اخت سويد ونوحك مناح جازي الحد اي وكتن الهضم يا حسين اذا شئت النجاة. يا ابويا يا عزيزي اللي تسمعني ويشملك هذا الصوت إذا تريد حقيقة تنجى تمسك بالحسين. هسا أنا أريد أقرأ تعزية أريد أحن على أبو عبد الله ليالي عزاء ليالي دمعة كما هي العادة وما أحب أروح بعيد نعوى نقدمها للزهراء بس إذا تريد تنجى تمسك بأبي عبد الله إذا شئت النجاة فزر حسين. يقول الإمام الصادق مأتم جدي الحسين كقبة جدي الحسين. هذا الخليعي اللي نذر أبوه يا شباب ما عنده أطفال هذا الرجال رجال ناصبي نذر لله نذر أن إذا رزقه الله ولد يقفه على طريق زوار الحسين ويسلبهم ويروحهم ويقتلهم ورزقه الله ولد وفعلا لما بلغ مبلغ الرجال وصار عمره 18 سنة وعلمه ركوب الخيل وكذا والفروسية قال له يا ابويا انت بنذر جيت قال له يا ابويا عيناك قال له ابويا هذا فرس وهاي لامة حرب وتروح للطريق الفلاني واكو قوافل تجي تقتلهم وتسلبهم قال له ابويا هاي القوافل مين تجي قال له من هذا المكان على كل تقصد كربلاء. وفعلا اجى هذا الخليع رحمه الله اسمع يا عزيز ووقف على طريق زوار الحسين. هسه تجي القافلة بعد تجي القافلة أخذه التعب نام مرت القافلة أفاق قال لا مع الأسف على كل مرة ثانية ثالثة تمر عليه القوافل صار ينتظر إلى أن نام وإذ يرى سيد الشهداء بالرؤية
ومع مجموعة من الأصحاب والأخوة. يقول عرفت الحسين وعرفت أخاه أبو الفضل العباس وعرفت علي وعرفت القاسم، وهناك رجل شيبة إلى جنبه وهو يسجل الزوار. التفت الحسين قال نور عيني أخي أبا الفضل سجل، أنت يا حبيب سجل. يقول صار يسجلون الزوار، التفت إلي وأنا بهذا الحال يقول متهيئ أقتل الزوار، قال حبيب سجل هذا. قال سيدي هذا جاء يروع زوارك ويقتلهم. قال عم يا حبيب الله أعطاني أن إذا غبار زواري وقع على مذنب غفر الله له ذنوبه البتة، سجل يا حبيب. يقول وسجلني الحسين بقائمة الزوار، قلت الله أكبر أنا اللي قاصد أقتل زوار الحسين. الحسين سجلني إيه نعم يسجلي. هسه احنا ما لنا غرض باللي يريد يقول يشرغ ويغرب، وبدوا بعضهم للأسف بعض أجلكم الله هذا اللي ينبح وذاك اللي وجاي نشوفهم، يجي عاشوراء وبدع عواهم ونباحهم. المشتكى لسيد الشهداء قال له سجل يا حبيب. يقول سجلني الحسين، يقول أنا من طريق قصدت الحسين وأنا أصيح إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرين عينا، فإن النار لا تمس جزما عليه غبار زوار الحسين. يا أبا عبد الله أنا مجلس عزاك طهرت روحي روحي وصوت النواعي في الزنج روحي، عليك الزهرة لا تفطمني من نوحي. أبا عبد الله إذا في اليوم ننفطم وننبعد عن هاي التعزية وعن هذا الصوت وين نروح وين ننطوجوهنا؟ على كل أحبابي ليلة عزاء وليلة نشر قميص الحسين، وهاي مولاتي جاية بالطريق ويا أخوانها وأحبابها، لكن بعد كم يوم تدور الليالي والأيام وإذا بزينب أسيرة. هاي نتائج الهلال، نتائج هلال عاشوراء. الله يبارك بكم. فرد دقائق أريد أقرأ وأسألكم الدعاء، وأنا بعد ما يعني هم أحب أطيل عليكم كذا، بس والله هاي فرصة يا أخواني، فرصة نغتنم الفرصة ببركات مجلس الحسين. أنا أقرأ وأون على أبي عبد الله، بس إذا أمكن شوي يخففون الضوء الأخوة حتى أريد أقرأ زينب سلام الله عليها لما وصلت إلى كربلاء وحست بأرض كربلاء وبلوعتها، قلت للسجاد عم علي خلي نشيل من هاي الدار، أنا خايفة من عدها، هاي دار تبين وحشة، دار كدر يا أبو يا عم. يقل الأبو الحسين قل له أبويا عم تقول خلي نشيل، قل له أبويا علي بعد يوم يومين الأمر يعود لك يا أبويا، وأنا هاي الأيام ضيفك. وفعلا دارت الليالي والأيام وإذا بزينب تمر على جسد المولى. حسين يا ابن أمي تراني ماشي يا أبويا، وراح وقت الراضية ومو راضية، حسين ماشي وليك العذر يا أخوي، وتدري ما ظل شور عندي ولا أمور، على جفوفي دار وحبال اليسور، وزينا بالوياك صبحة ما أضية. تقل للحسين اليوم زينب بعد مو زينب أميس، طلع صوت العدها لما ينهجيس، بذر الناقة قمت الوذ من الشميس، وعلى حر القاع اركض حافية. وين أبو فاضل؟ وين الحسين يا ليلى؟ وين ذيك الراية اللي كانت على راسك يا مولاتي؟ بعد الحسين طلعين حافية. نعم يقول أحدهم رأينا امرأة مخدرة وقورة خرجت من الخيام تعدو على تراب كربلاء، حافية تنادي أخي يا حسين ابن أم سلبوا نعيمنا أحرقوا خيامنا، أخي إن كنت حي وإن كنت ميت أمرنا وأمرك إلى الله، جواب لسان العال حال عنا وصعب أنفاس
كثر العتايب شفي ايد في جث بلا راس خويا روح الشريعه بل كان تشوفين عباس يقدر على النهضه ويجر سيفه البتار صاحة دخيلك يا المقطع بالشريعه يا اخوي ولن الندى رديت ترى جفوف قطيعه تحيرت وقامت تحوم الوديعه تنخو من كثر النخا صوتها وين بواح راح صوت هم الاحزاب ذاك الصوت اللي ما واحد سمعه ابدا والله عمر بن سعد لعنه الله عليه لما هجم ويا جيشه وخيوله وكبرياء وطغيانه اجى المخيم الحسين هاجم هجمه شرسه واذا بابن سعد يصيح قفوا ويحكم قفوا اتعلمون اي مخدره برزت من خبائها اتعلمون اي جليله هذه زينب بنت الزهراء وفعلا وقف الجيش صماطه وواحد يقول للثاني هاي الهضيمة اللي تكسر الظهر هذه زينب أخت الحسين هاي اللي ماش سمعنا صوته وإجت مولاتي قصدت الحسين أنا بنت اللذل الصحف تلاي وكذب من قال كف النذل تلاي من عند المخيم لعد تلاي لكن ينعد ملف عاشر علي يقول الإمام زين العابدين المسافة التي قطعتها عمتي زينب من المخيم إلى التل بخمسين عام كيف يا مولاي وهي لحظات يقول شاب رأسها وانحنى ظهرها وكانت امرأة كبيرة زينب 56 سنة ووصلت إلى ذاك التل ونادت أخي أبا عبد الله يا غياث المستغيث ويا صراخ المستصرخ أخي إن كنت حي أدركنا وإن كنت ميت أمرنا وأمرك إلى الله هذه سكينة وهذه رقية وهذه نعم خولة وهذه بناتك يا أخوي الحقنا يا أبا عبد الله الحسين بأبيه وأمي جمع نفسه وقام وهو بذاك الحال وما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها صريع الحسين لكن جمع قواه ونهض ومشى خطوات وعثر على وجهه وهكذا مر أخرى إلى أن استقر به الحال عند المذبح أيوا حسين أنا أروح لسيد الشهداء أدخل بهاي النية أنعى على الحسين وبعدين أجي للمنحر وخلي رأسي بالمنحر وأقرأ يا من مرمي وإلك مقطوع منحار وجسمك ذوبة الشمس من حاير مثل حيرة أخيتك تضيع يا أبويا والله ماكو حيرة مثل حيرة بنات الزهرة ذاك اليوم ماكو حيرة مثل حيرة زينب يا من مرمي ولك مقطوع من حار وجسمك ذوبت الشميس من حاير مثل حيرة خيتك تضين من حاير بسبايا مشت لابن الدعية أي زينب سلام الله عليها نعم تنظر هذه الأيام إلى تلك العائلة إلى تلك الرايات إلى تلك البنيات تنظر إلى ذاك العز والدلال وتعرف بعد كم يوم يشتت هذا الشمل يا أخواني الله لا يشتت شملك تدرون الحسين أخواني اللي يجمع دائما الشمل خصوص إذا واحد شمله متشتت عنده غريب عنده حاجة عنده هم عنده غم مكسور ظهره خلي يندب الحسين يجمع شملك وشتاتك تدرون ليش يا أخواني لأن الحسين مهضوم شملة تشتت الله لا يشتت شملك يا عزيزي حقيقة هذا شيء مجرب الحسين تشتت شمله عاد زينب سلام الله عليها وقفت ونادت من على ذاك التل اللي بقى شامخ تقل أنا القضيت عمر حات بحات اي والله بالله عليك اسمع من قلبك انا القضيت عمر حات
بحات ولا مر بكرامة نفس بحات يا اخويا اصوات القبل ما تنسمع يا ابن امي واضح يا عزيزي تقول له قبل ما تنسمع اصوات هسه انبحت يا اخويا اصوات القبل ما تنسمع بحت ليش يا زينب لان عباس مرمى على الوطيه قالت شوني أوين والناس ما تدري ما تدري شوني وانا الحسرة يا ابن امي يا اخويا شوني بعيد شلتظر شتمل شواني احسين ونام بتراب الوطي على حسين عمن يا عيوني انا هنا بناي اختم حقيقه يعني بناي اختم بس اطلب من الله بحق الحسين ان يرزقنا واياكم حسن العاقبه وان شاء الله الشفاء العاجل لكل خدام الحسين خصوص اخونا وعزيزنا السيد بسم الله يشافي ويعافي بس اجي على بالي لما اون واقرا على مولاتي زينب واذكر مولاتي على ذاك التل اي والله هذا التل اللي له فرد لوعه بقلوب اهل البيت لما اقرا واذكر التل اذكر هالكلمات لمولاتي الزهراء الوحده من العلويات اجت قلت لها نعم قولي هالشكل الشاعر هسه في رؤيه مفصله هاي علويه تنقل تقول نساء مسويات تعزيه ويبكن على الحسين ودخلت علينا حرمه تصيح ليش يا زينب دمعتك سايله وليش عصابه لبراسك مايله واقعا اخواني حسين لما انطاح على الغبر جريح مالت العصابه من زينب صحيح لكن كظها الباري خاطر لا تطيح ليش دين الله بهاي العصابة عادي مولاتي زينب على ذاك التليش يا زينب دمعتك سايل وليش عصابة لبراسك مايلة هاي أبيات الختام أريد أقراها وأريد من مولاتي الزهرة الليلة تباوع عنا مولاتي احنا نكسر الخاطر احنا على بابكم على دربكم سيدتي ليش يا زينب دمعتك سايلة وليش عصاب والبراسك مايلة قالت لا تقل ليش واسمع حالتي خلى خبرك بهضم ومحنتي انا مالت العصابه من شفت اخوتي نومه وخيول الاعادي صايله ويلاه يا زينب شفيت جتنا الخيل واحنا بلا تشفين شفت يلهب نار صيوان العليل حق من نبكي ويظل دمعي يسيل بلا ولي ولا العن شايله شفيت حسين نايم عثرة شفت حز من الضباب منحرة اقبال عيني وعين كل العايله ما دام ذكرت هالكلمات واحنا باول ليله لا باس نذكر عزيزه الحسين انا كان ببالي لما اجيت اقرا قلت اول مصيبه هي على ال رسول الله مصيبه الزهراء بس والله ما خليت ببالي شنو اقرا يعني هالشكل كنت اقول اقرا على الزهراء فرد يعني لوعه من لوعات الباب ومصائب الباب على كل بس اجي هذا بترتيب من الزهراء
بس ما دام ذكرنا أول نعم مصائب وكذا ونعم والهلال وزينب ووقفته على التل ونتائج الهلال لابد أذكر عزيزة الحسين اللي أوصاها الحسين. نعم أوصى زينب برقية. هالشكل يقال الحسين لما مضى يا شباب لما طلع من الخيمة ودع عياله تعلقا ببناته، هاي لزمة رشابه وذيج لزمة ثيابه وذيج قلت لابويا وين عايفنا. نعم ومضى الحسين على كل، واذا يسمع صوت من خلف اخي يا حسين نور عيني يا حسين حبيبي يا حسين. التفت الحسين وهو على ظهر جواده واذ يرى زينب. نعم أقبلت ذاك اليوم قال أخي زينب يا عزيزتي زينب ما الذي أزعجك ما الذي أخرجك من الخيمة. زينب طالعة ذاك اليوم نعم بوسط الحر، زينب طلعت بعد قبل لا يستجد الحسين، ما ممكن زينب تطلع. قالت أخي أبا عبد الله عذرا في رقبتي وصية يا أخوي ولا بد نفذ هاي الوصية. نزل الحسين قال أخي زينب أي الوصايا؟ قال أبا عبد الله أجلس في الأرض وافتح لي عن صدرك. قال بلى نور عيني كما أمرت يا زينب. قال أي الوصايا؟ قالت نور عيني لما حضرت أمنا الوفاة يا زهراء أنت وأخي الحسن كنت عند قبر جد رسول الله وأنا عند أمي الزهراء رأيتها تبكي. سألتها أمها فاطمة لما تبكين؟ قالت عليك يا زينب كسرت خاطري. لماذا يا حبيبة المصطفى؟ قالت يا زينب يأتي يوم من الأيام ليس لك ناصر ولا معين، تنظرين إلى أخاك وحيدا فريدا، قبلين نيابة عني في نحره وفي صدره وفي جبهته. كشف الحسين عن صدره وعن نحره ونزع ذاك الطاس اللي على رأسه وقبلت الحسين على جبهته موضع حجر أبي الحتوف وقبلته على نحره وقبلته على صدره وقالت أم فاطمة ردت الأمانة ونفذت الوصية. قال أخي وأنت محتفظة بهذه الوصية؟ قالت بلى يا نور عيني يا حبيب المصطفى. قال وأنا عندي وصية وصيت يا زينب يا خي الوصيت ببني رقية. قال أنا أوصيك بعيالي خيرا لكن الله الله بهذه اليتيمة الله برقية. ومضى الحسين وانقطعت أقبار الحسين وإذا بزينب من تل إلى تل ومن وادي إلى الخيام. أريد أقرب بيت بيتين بس بالله عليك من قلبك تسمع زينب تقل للحسين تقل أخويا تلالي أنا حزينة ودمعتي بعيني تلالي وأنا بيا عمر حتى صعد تلالي يا أخويا أنا بيا حال حتى صعد تلالي يا أبو علي راسك على الرمح مصحاف تلالي واسمعي قول باري لرقية يا أخويا يا اسمعي قول باري لي يا 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 رقية. إذا إلك حال ودقيقة الروح يم قبرها هناك ننحن ونقرأ فرد دقيقة لا بأس كأنما الروح ونخلي راسنا على ذاك الشباش ونقرأ يا أبو يا ولت على الرمح يا أبو يا أبو يا ولت على الرمح صد لي لو حاجيني لا تمر بعيوني حلم وبشوفتك تحييني يا أبو يا تعبني
هاي الدروب والسهر مل جفوني انزل يا ابويا من الرموح وانظر زراق متوني ابويا وبمعضدي يقص الحبل قد ما بدا يشدوني. سووا بيها طفلة 3 سنوات اكل الحبل ايدها. الله اكبر، هذا مو مقدس بيدي، هذا نيشان الحبل. ولو صحت باسمك يا بابا يكثر علي الشتم، ولو ضربني الصوت بابا نار جسمي يشتعل. آه 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 من ذاني من ذاني أبويا الكون يهتز، من ذاني أخو ولا بغير رحمة، من ذاني من ذاني التراش حيل جرهن يا أبويا التراش حيل جرهن يا أبويا. من ذاني من ذاني غدا يجرن دمه ويضحك علي يا أبويا. رقية يا حلوة المبسمي أبكي عليك سيدتي، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي، لكنما عيني لأجلك باكية، أبحضن همي وأشوف أن تلزمي يدي. هاي أمهاتنا. هسه أنا اختمت، بس والله يا أخواني ياخذني الهوى وتجرني الدمعة على الحسين. والله وحق من جمعكم يوم يوم نحسبه ساعة ساعة ونتنطر هاي الأيام حتى نذكر الحسين وننعى عليه، وإلا سيد الشهداء ترى ما محتاجنا أبدا. أنا اختمت. الله يبارك بكم، بس هذا بقلبي وبقلبك، بحضن همي وشوف أنت تلزمي دي وتعلمني اللطم، اهدي وبدي وجبت أمري من حسيني الحسيني، وحبك بالخلق مجنون سماني، الخلق لو رادت مسودة ألو بهواك يا محل سوالي. حسين انت شعاري ومذهبي وديني، وذكر مصيبتك ترتيل قرآني، أنا بخدمتك ما رايد الجنة، ندور ويا الحسين جنة ونار. هنيئا لمن يبكي على الحسين. أنا بخدمتك ما رايد الجنة يا أبو علي، الجنة تملي زيارتك أتعن، ويمشايتك كل عام أتمنى أمشي وعلى بابك دوم تلقاني، على بابك وتان هلال عاشورك، خدام وعبد للقاصد يزورك، وبيض وجه من نصخام تجدورك، وهذا الشرف من خدمتك كفاني. واحد من الخدام يصخم وجهه قال له عيب، قال أنا والحسين ما لكم غرض بي، وإذا يشوف أحد كذا بالرؤية قال له ابقى على هذا النهج، قال له شلون؟ قال له وجهك أبيض عند الحسين، وصخم وجهه من وبيض وجه من نصخام تجدورك، وهذا الشرف من خدمتك كفاني، منك ما أريد ثواب ولا داعيك على إجرة، بس سؤال نسأل الحسين، وأنا نيابة عنك قل للحسين أنجدك بعد شمع عاشور أبكي ويمك الزهرة، واصعد منبرك مولاي وبكي الناس من نقرة، أدور بالمجالس مثل المضيعة، وبلجن صوتنا على ولدي ينعى، ورش باب الحسينيات بالدمعة، وصيح بصوت آي حسين آي حسين يا ابن الماسل مضلع، بعد شلطم شهل عليك يا دمعة. جزاكم الله خير، الله يوفقكم بحق محمد وآل محمد، تهيئوا للعزاء، الله يبارك فيكم.